الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في قراءتنا من كتب السنة في صحيح الإمام البخاري نرى هذا الباب الذي وضع عنوانه وترجمته باب المنان بما أعطى، ثم ذكر قول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. لم يرد في الباب سوى هذه الآية، ولم يذكر الإمام البخاري حديثا. لماذا؟ لأنه لم يجد حديثا على شرطه في هذا المعنى. ومنهج الإمام البخاري رحمه الله أن يضع الحديث الصحيح الذي على شرطه فقط، ثم يضع الترجمة ويضمن الترجمة ما يريد أن ينبه إليه. فوجد أن الآية الكريمة وردت في الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وابتغاء مرضات الله، ولا يتبعونها بالمن على من أنفقوا عليه ولا بإيذاء، لأنه لم يورد إلا ما كان على شرطه، الأحاديث الأصول. وكأنه يريد أن يشير إلى حديث رواه الإمام مسلم، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، المسبل لإزاره، المسبل إزاره، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. كأنه أراد أن يشير إلى هذا الحديث ولم يرده لأنه ليس على شرطه. وقد جاء الحديث في صحيح مسلم، وهو حديث صحيح، رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمن في العطاء وفي الإنفاق من الأمور المذمومة، بل التي تحبط الثواب والأجر. ورب العزة حين بين فضل الإنفاق: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. حين ذكر ذلك بين فضل النفقة وفضل الصدقة وفضل الإنفاق والبذل والعطاء، وكيف أن رب العزة سبحانه وتعالى يضاعف الثواب والأجر لمن ينفق مخلصا صادقا لا رياء في إنفاقه ولا من ولا أذى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم تقول الآيات الكريمة: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. إن الإمام البخاري حين أورد هذا الباب وذكر ترجمته بقوله باب المنان بما أعطى، أراد أن ينبه إلى أهمية الصدقة التي تكون خالصة لوجه الله والتي لا يبتغي صاحبها من ورائها إلا الإنفاق في سبيل الله، ولا يبتغي سوى مرضاة الله سبحانه وتعالى. إنه وضع العنوان باب المنان إذا أعطى، ولم يورد في هذا الباب حديثا، وإنما أورد هذه الآية فحسب: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا يمن على من أعطاه ويقول أعطيتك كذا، أو يقول للناس أو يحاول أن يمن على من أنفق عليه، هذا يحبط الثواب. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني ليراه الناس وليقال عنه جواد وليقال عنه كريم، مثل هذا أحبط ثوابه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل من المطر كان فوق هذا الحجر الصلد التراب، يظن البعض أنه من الممكن أن يكون أرضا خصبة وتنبت وتؤتي الثمار، فإذا بالماء والوابل ينزل عليها فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسب، لا يستفيد بشيء. الذي يمن والذي ينفق رئاء الناس ضيع ثوابه. بل ورد في حديث آخر أخرجه الإمام مسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل آتاه الله المال فسأله فقال أنفقت في سبيله، قال كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل فعلت ليقال جواد، ألا وقد قيل فادخل النار فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل آتاه الله القرآن أو العلم فسأله فقال قرأت وعلمت فيك، قال كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل فعلت ليقال قارئ وعالم، ألا وقد قيل فادخل النار فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل آتاه الله الصحة والعافية فسأله فقال جاهدت في سبيلك حتى قتلت، قال كذبت، وتقول الملائكة كذبت،
بل فعلت ليقال شجاع، ألا وقد قيل فادخل النار فسحب على وجهه فألقي في النار. نماذج لأعمال من أول وهلة يظنها الإنسان أو يراها عظيمة وأنها عالية الثواب كثيرة الأجر، فهذا الذي ضحى بنفسه، وهذا الذي أنفق ماله، وهذا الذي قرأ وعلم، كل هذه الأعمال العظيمة إن لم يكن فيها الإخلاص، وإن لم تكن صادرة ابتغاء وجه الله، فلا فائدة فيها. وكذلك ما يشير إليه في هذا الباب من أن المنان الذي ينفق ماله ويتبعه منا ولا أذى أحبط ثوابه. الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. المسب الإزارة معناه المتكبر المغرور بمظهره وماله وزيه، والمنان إذا أعطى، يعني الذي إذا أعطى فقيرا أو إنسانا أو قدم معروفا يكون منه المن والتحدث لمن أعطاه أو لغيره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني الذي يروج لسلعته ولارتفاع سعرها بأيمان كاذبة يحلفها. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ومن بين هؤلاء المنان الذي يمن على الناس ويتحدث ويكلم ويمن على من أعطاه أو يتحدث مع غيره بعطائه. وهنا نرى أن الإمام البخاري اكتفى بذكر الآية الكريمة ولم يذكر حديثا، لأنه أخذ في منهجه ألا يدون في الأحاديث الأصول إلا ما كان على شرطه، وإن كان صحيحا وإن كان صحيحا. عظمة هذا الكتاب النفيس أن صاحبه انتقاه من 600,000 حديث كلها مسموعة وكلها صحيحة، ولم يودع في كتابه إلا أصح الصحيح وما كان على شرطه. فنلاحظ أنه لم يضع في الأحاديث الأصول التي يقول فيها حدثنا فلان إلى آخره، لم يورد في الأحاديث الأصول إلا ما كان على شرطه. ومعنى على شرطه أن رجال السند هم الذين اشترط فيهم الشروط التي كانت في غاية الدقة: اتصال السند وعدالة الراوي والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة والمعاصرة وثبوت اللقاء وثبوت التحديث، أن يكون حدثه شيخه وشيخه حدثه وهكذا. هذه الدقة التي لا يمكن أن يخرج منها حديث واحد ضعيف جعلت هذا الكتاب تتلقاه الأمة بالقبول، ويصطلحون على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله. وضع التراجم والأبواب أولا، ثم بعد ذلك وضع الأحاديث المناسبة في كل باب.
فإذا وجد حديثا وضعه، وإذا لم يجد حديثا كهذا الباب قال باب المنان إذا أعطى، لكنه لم يجد حديثا على شرطه، فأشار إلى ما رواه الإمام مسلم بهذا العنوان، لأنه أورد الآية الكريمة التي فيها الحث على الإخلاص في الصدقة والبعد عن المن، لا تمن ولا تمن تستكثر، لا تكن منانا إذا أعطيت أو إذا أنفقت. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، هؤلاء الذين يخلصون في إنفاقهم، هؤلاء الذين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ما جزاؤهم يا ربنا؟ لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم أجرهم عند ربهم فقط، ليس عند البشر، لأنهم لم ينتظروا ثناء من أحد، ولم ينتظروا شكرا ممن قدموا له المعروف. جزاؤهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الآخرة، لا خوف عليهم يوم الحشر والنشر، في يوم الفزع الأكبر الذي يكون الناس فيه في خوف ووجل. هؤلاء المنفقون لوجه الله، هؤلاء الذين أعطوا بسخاء دون من ولا أذى، ودون أن تشوب إعطاءهم شائبة منه. يبين رب العزة أن جزاءهم لهم أجرهم عند ربهم، ليس عند أحد سواه. وإذا كان رب العزة هو المتكفل بالجزاء فلا تسأل عن مقداره وعظمته. ثم يقول ولا خوف عليهم في الآخرة ولا ينتابهم هلع ولا جزع، بل يكونون آمنين، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما فاتوا ولا على أبنائهم في الدنيا، إنهم في أمان في دنياهم وإنهم في أمان في أخراهم. ثواب عظيم جدا لمن ينفق دون من، لأن المن بالعطاء يحبط الثواب ويبطله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، رياء وليس خالصا لوجه الله. معنى هذا أن الذي لا يكون منانا في عطائه ولا يتبع ما أنفق منا ولا أذى يحظى بهذه المكانة، لأن للصدقة أجرا كبيرا، ولأن لصاحبها فوزا عظيما، ولأنها دلالة وبرهان على صدق الإيمان وعلى قوة اليقين. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال والصدقة برهان، أي دليل على صدق إيمان صاحبها. كان له كل هذا الأجر عند ربه، ولا خوف عليه ولا حزن يلحقه، لأن الإسلام يريد من أتباعه أن يكونوا متعاونين وأن يكونوا متحابين وأن يكونوا أسخياء كرماء على بعضهم، وخاصة على المحتاجين.
نسأل الله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.